قبل 6 أعوام، وبعد أن كان الشيخ أحمد الأسير على وشك أن يتم عامه 40، قرر الرجل أن يعود بشجرة نسبه إلى الجذور، فتقدم بدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية في صيدا بتاريخ 26/3/2005 لإضافة لقب الحسيني بعد لقب عائلته، ليصبح اسمه بحسب الحكم الذي ناله بتاريخ 11/7/2006 أحمد محمد هلال الأسير الحسيني. يومها تسلح الشيخ الأسير بإخراج قيد عائلي ووثيقة وفاة لجده تؤكد أحقية طلبه ونسبه إلى أهل البيت. من هو الأسير؟ هو أحمد محمد هلال الأسير الحسيني، مواليد صيدا 1968. تابع الدراسة الشرعية في كلية الشريعة التابع لدار الفتوى في بيروت. بدأ بتحضير رسالة ماجستير ولم يكملها. والدته شيعية من بلدة صور. بدأ عمله في مجال الدعوة إلى الدين الإسلامي عام 89. أسس مسجد بلال بن رباح سنة 1997 في عبرة شرقي صيدا، وهو إمامه وخطيبه. نقطة التحول في خطابه كانت بعد أحداث 7 أيار، حيث أخذ هذا الخطاب يحمل مضامين سياسية ازدادت وضوحا بعد بدء الأحداث في سوريا، وذلك بالتزامن مع دعواته المتكررة لاعتصامات واحتجاجات ضد النظام السوري. قصدنا الشيخ الأسير الحسيني لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى تصحيح اسم عائلته وحرصه على تثبيت نسبه إلى سلالة النبي محمد وأهل بيته. وكانت الفكرة قديمة حتى، وحاول أبي قديما أنه يقوم بهالمحاولة، ولكن الظروف لم تسنح. القصد فيه هذا الأمر هو إثبات النسب ليس إلا. وعندنا مشكلة نحن في العيلة أنه جدي أحمد الأسير الحسيني، نحن طلعنا بخطأ مختار الأسير، يعود نسبنا إلى الشيخ يوسف الأسير من كبار علماء لبنان المشهورين. يعني نسب الشيخ أحمد الأسير من نسب أهل البيت؟ نعم، هذا الأمر بفضل الله عز وجل ثبت بالتواتر، وإن كنا نعتقد بأن كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المحكمة بالنسبة للنسب لحفظه، يعني لا مش من باب والله العجب. الإنسان بعيط لأحمد الأسير حسين هذا شأنه، بعيط لأحمد الأسير كذلك هذا شأنه، بعيط لأحمد هذا شأنه، لا بأس.